هو أستاذ ثامر الجدعي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا سعيد جدا بهذا الجمع الطيب، وفعلا يعني أنا ما كنت أتوقع هذه الروح الموجودة في نفوس الجميع، وهذا الجو البديع يجعلنا نقف وقفة تأمل فيما يحدث في الكويت، ونقول أن هذه الفعاليات تدعم الحراك الشبابي الذي نثق فيه ثقة كبيرة، وهو البوصلة الحقيقية للعمل الوطني. فحياكم الله أيها الشباب وأيتها الشابات، تكتبون بمداد من نور تاريخ الوطن، وبكم يفخر هذا الوطن. نعلم جميعا أنكم أتقياء أنقياء، مخلصون لبلدكم، تبحثون عن مستقبل مزهر. فمن كانت هذه نيته ومن كان هذا هدفه، لابد أن يجني ثمار ما يتأمله. أتمنى أيضا مصداقا لكلام الناشط أنور الفكر، أن لا يدب الخلاف بين جنباتكم، وأن تبقى النية الصافية تجمعكم على حب الكويت، ولا يأخذكم حماس الشباب للتنافس فيما بينكم. فكل شخص فيكم مهما قل عمله لمجرد حضوره هذه الفعاليات هو رقم صعب، رقم يكتبه التاريخ. لا تبحثوا عن المقدمة، فكثير من الشباب الذين أيدوكم هم الرافد الحقيقي لكل الأفكار التي تحملونها. لا يقل أحد منكم فلان قدم علي وفلان اختير علي، كلكم مختارون وكلكم فاعلون في هذا الحراك. انزعوا البغضاء من صدوركم واتحدوا على حب وطنكم، فطالما عملكم في مظلة القانون وتحت حماية الدستور فماذا تريدون بعد؟ جميع القوى الفاسدة وقوى الضلال تحاول كل يوم ونهار أن تفرق هذا الجمع الطيب، وحاشاكم أن يستطيع إنسان منحرف أو فاسد أو قوى أو إعلام مشبوه أن يضرب جنبات العمل الوطني. أوصيكم كأخ كبير لكم، ما أبي أقول أب، كأخ كبير لكم، أن تجعلوا الكويت أولا بين أعينكم، وأن تتآزروا وتتحدوا وتتفقوا على كلمة سواء. فمن لم يكن له دور اليوم سيأتي له دور غدا، فمن ليس له دور اليوم سيأتي له دور غدا. اعملوا وزر الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والحرية للمعتقلين، وقلوبنا معهم دعما ورجاء وانتظارا ليوم الإفراج عنهم بإذن الله، ونحن لن نتركهم وحيدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.